على وراي حبيبي ودوعه بالناش طلع ابنه من مسواه الاخير بضيع وضيع بي جد. انا كنت بدبي لما سمعت الخبر وعلى السريع رحت اتجهت فورا باتجاه المطار بدون ما يكون عندي تيكت حتى بدي اركب اول طياره. وصلت على المطار الساعه 7 المساء بتوقيت دبي، ما وصلت على بيروت بسبب تاخير الطيارات لساعه 6 الصبح. فوصلت على بيروت 6 الصبح، 10 الصبح كنت بالكنيسه بالاشرفيه بمنطقه ببيروت. اللي بيعرف بيعرف قد ايه قلبه طيب، بيعرف قد ايه خدوم، قد ايه بيحب العالم، ما بيطلب طلب اللي له لغيره، بيفكر بخيره وما بيفكر بحاله، صاحبه صاحب، بحب بحب الكل، بيساعد الكل. شوف هلا انت عم تسالني رجع اوقف شعر بدني مره ثانيه، لانه اول مشهد شفته كان لحظه دخول شقيقات الوسوف الى العزاء. وشوف والله يعني بيقولوا الخاله ولاده والعمه ولاده، فهن عمات وديع وسوف الله يرحمه. ما بنسى ولا بعيش 100 سنه لقدام وما بنسى الطريقه، ما قدرت اصورها حتى قد ما كانت اللحظات خانقه من الحزن. هي أكثر لحظة أثرت فيني. الوسوف كان بأغلب الأوقات متماسك، والدة وديع الله يرحمها أستاذة شليمار أيضا كانت متماسكة، بس عماته هنن اللي كانوا عم يعني عم يأسروا فينا كثير بحزنه. ما في منه من علي، هو الدنيا كلها، هو عام بضيعته بحواليها، كريم خير مضياف، شو ما طلبت منه بلبي. لبنان وفنانين لبنان أنتم مدرسة لكل فنانين الوطن العربي بالتماسك بالذوق بأداء الواجب. ما بدر منكم في عزاء وديع جورج والسوف هو مدرسة لكل الفنانين العرب، ويا ريت الكل تعلم منكم. بقولها بأعلى صوت، يا ريت الكل تعلم من ماجد الرومي فقط لا غير. لحقولها بصريح العبارة، الحضور السوري كان مخجل وليس ضعيف، ضعيف كلمة أقل، الحضور السوري كان مخجل. كنا نتمنى منكم يكون عندكم تعاطف وتفاعل أكبر، لأنه الوسوف رفع رأسنا على مدار 40 سنة، كان بيستحق نحط 3 ساعات طريق ونوصل لحتى نعزي. شو بتعرف قصة عن الوسوف؟ في جماعة كانوا بدن عملية واحتاجوه وقصدوه، وتاني يوم دغري عملوا العملية. في مرة في واحد عمل حادث سيارة وذاكي وكان راح بده يموت، يعني وصل لمرحلة خطيرة كثير جدا، هو اللي ساعده وأقامه من الحادث. شو مالنا عنه من الله مصري؟ لحرق القلب المنطقة كلها. إنسان خير باختصار عمي، الله يكتر من أمثاله. في كلمة للصراحة ما كان الوسوف عم يقول إياها، كان عم يقولها بصوت عالي، كان عم يسأل أم وديع بالكنيسة، عم يقول لها يا أم وديع وينه وديع؟ يا أم وديع وينه وديع؟ وكان وديع أمامه موجود داخل النعش.